معه موعد على الانترنت. موضوعنا اليوم هو اضطراب العلاقات الزوجية، وحاضر بحضنا أنس العويني، أخصائي ومعالج أمراض نفسية وجنسية. إذا كان تحبوا تسألونا في الموضوع هذا، مرحبا بتليفوناتكم على 31 380 ألف. ألو إي إف إم سبيسيال سانتي من الاثنين الخميس مع هاجر حناشي على إي إف إم أحلى راديو. أنس مرحبا بك بحضنا في إي إف إم. عسلامة، مرحبا بكم. عايشك الله يخليك. دونك احنا اليوم باش نحكيو على اضطراب العلاقات الزوجية. الاضطرابات هذه فيش تتمثل؟ اسكو اضطرابات نفسية، اضطرابات جسدية؟ اسكو الزوج ينجموا يأثروا على بعضهم، فيكو النفس والجسد مربوطين اوتوماتيكمون ببعضهم؟ كيفاش نجموا نتجاوزوا الاضطرابات هذه؟ كيفاش نجم تأثر على العلاقة بين الزوجين في وسط بعضهم؟ اسكو تنجم تأثر على حياتهم الجنسية، حياتهم العاطفية، حياتهم العائلية والا ليه؟ دونك هذوما براتيكمون الحاجات اللي نجموا نحكيو فيهم اليوم، واللي هما زاد ينجموا يكلمونا عليهم على 31 380. فما هي نحطوا بالتدريج ولا بالترتيب والا بالمراحل، شنو هما المشاكل هذوما اللي نجموا يتخلقوا بين الزوجين؟ موضوعنا مهم ياسر اليوم، بما أننا نتحدث على حاجة رئيسية ومهمة في حياتنا الكل وفي حياة كل إنسان، اللي هي الحياة الزوجية، استقرارها والليبانويسمون اللي يعيشه الإنسان في الحياة الزوجية يخلي عند الإنسان استقرار نفسي كبير وراحة نفسية كبيرة. براتيكمون اللي احنا صغار نبداو نحضروا في رواحنا ونبداو مؤهلين ونفسيا واجتماعيا نكونوا نخموا في حياة زوجية مستقرة وحياة زوجية ناجحة. بما أننا ننشأ داخل أسر وداخل عائلات، ناخذوا منها النموذج هذاك الأولي ونراو رواحنا حتى منذ الطفولة كيفاش احنا نهار آخر باش نكونوا راجل صالح وباش يكون مرأة صالحة وناس ناجحين في حياتنا الزوجية. حياتنا الزوجية تمثل برشا إسبوار في حياتنا، تمثل برشا استقرار، تمثل سلامتنا احنا واستقرارنا النفسي وسلامة صغيراتنا واستقرارهم النفسي. الحياة الزوجية فيها برشا حاجات، بلوزيور فولي، فيها بلوزيور بلان نتحدثوا فيهم. الحياة الزوجية هي أول شيء علاقة بين زوج من الناس، بينتهم محبة، بينتهم رغبة، بينتهم اشتياق يعني إنساني واجتماعي وجنسي كذلك. العلاقة هذه تمثلنا برشا أمان وتمثلنا برشا استقرار وتمثلنا زادة برشا فرحة وتمثلنا زادة برشا متعة في حياتنا، متعة متبادلة مشتركة بين الراجل ومرته. قلنا الفولي الأولاني هو الغولاسيونيل، كيفاش العلاقة تكون سوية وسليمة بين الراجل ومرته، كيفاش يعني نجم نتجاوز الصعوبات والتحديات اللي تتوجد في الفيديو كوبل اللي هي تواجه كل كوب الموجود في الدنيا. لازم مش نلقاو صعوبات، لازم مش نلقاو تحديات، لازم مش جينا ديديفي في اللافي دو كوبل متاعنا، كيفاش نجمو نتجاوزوها. المسألة الرئيسية هي أك الصحبة الباهية بين الراجل ومرته، أك العلاقة اللي تعدي برشا وقت وبرشا اهتمام وبرشا بارتاج متاع حاجات باهية بين الزوجين. كيف كيف ثم الفاز والفولي رومانتيك اللي بين الرجل ومرته، اني با دي سامبل امي، بيناتنا برشا يعني رومانسيه من ناحيه المحبه ومن ناحيه العشق، من ناحيه الكلام الباهي اللي يتقال بين الزوجين، من ناحيه الاهتمام الكبير، من ناحيه زاد لي كادو اللي نجموا يجيو اللي يفرحوا الكوبل، من ناحيه يعني خاصه يعني النظره نتاع الراجل لمرته والنظره نتاع المراه لراجلها، ما تكونش نظره يعني بعد فتره من الزواج نظره نتاع هذيك بولا اولاد ولا هذيك ام الاولاد، تقعد ديما برشا اشتياق ويقعد ديما برشا محبه وبرشا رغبه بين الزوجين. هذه فاز مهمه برشا، لا فام تقعد ديما عندها دوموند كبير وبزوان رومانتيك اللي يجهلوه مالوروزمون الاغلبيه نتاع الرجال، هذا حسب دراسات علميه بطبيعه الحال. الراجل ما يهتمش برشا بتسكيه رومانتيك ويرى كونه واجبه في البيت، على الأقل نتحدث عن ثقافتنا التونسية، واجبه في البيت هو يكون عنده قائم بواجباته المادية المالية وقائم بواجباته الجنسية، في حين اللي المرأة تستحق الجانب الرومانسي والاهتمام الكبير هذاك أكثر حتى من جوانب أخرى اللي يتصورها الراجل هي فقط الرئيسية. فيتعلم احنا كرجال نتعلموا أن نكونوا رومانسيين حتى نعجبوا نسانا ونقعدوا ديما نعجبوا نسانا حتى يكون ثم لحمة كبيرة وقوية في الفيديو كوبل. كيف كيف الفاز متاع اللافي إيروتيك، يلزم يكون ثم إثارة بين الرجل ومرته، ما يش علاقة متاع دي سامبلامي كما قلنا، يلزم ديما ثم برشا اشتياق، ما يصير شكل برود،
السلوك الجنسي هو سلوك اكتشاف. بعد فتره من يعني تصير سكون ابيل لابيتواسيون، يصير التعود، ما عادش تم اثاره كبيره بين الزوجين، مع المسؤوليات، مع لي كونفلي مالوروزمون اللي ساعات ينشئوا بين الرجل والمراه، كل محبه وكل اشتياق الجنسي يمشي وينقص، وتولي العلاقه وكاني كما نقول لهم انا وكاني جمعيه، معناها تربي في الصغيرات، خلصنا هذه، شرينا هذه، قدينا هذه، أكهو مع شكل المحبة الكبيرة، مع شكل الاشتياق وقت أول التعارف، مع شكل الاشتياق متاع فترة الخطبة ولا فترة الزواج الأولى. مهم جدا أني تقعد ثم برشا لحمة وبرشا محبة وبرشا اشتياق وعاطفة قوية بين الراجل ومرته، وهذا بطبيعة الحال يتحملوه الزوجين باش يستحفظوا عليه، لأنه بطبيعة الحال إذا ما عاش ثم اشتياق فبش يظهر، تبدأ تظهر الأمراض الجنسية اللي هي في الحقيقة تمس ديريكتومون معناها لا في دو كوبل، حتى يصبر الراجل ولا تصبر المراه، لكن في نهايه الامر هذاك باش يولي شرخ كبير في الحياه الزوجيه، اللي كيما حكينا من الاول هي حاجه رئيسيه في حياه كل انسان فينا، على الاقل في حياه الاغلبيه منا. الحياه الزوجيه حاجه كيما نقولوا احنا وماهيش تفدليك، هي بالحقيقه مقدسه، هذاك علاش يلزمنا نستحفظوا عليها ويلزمنا ندعموها، وين ثم مشكله نتاع شرخ نتاع اي مرض يلزمنا نصلحوه. اذا ظهر يعني نقصت العاطفة بين الزوجين وما عادش ثم اون غروند كوريوزيتي سيكسوال، يا با ديزير سيكسوال، وقتها نوليو نتحدثوا على برود جنسي، كيما ينجم يكون من المرأة كيما ينجم يكون من الراجل، عنده تأثيرات كبيرة وحادة كذلك على الراجل. فاحنا اليوم باش نتحدثوا أبار الجوانب يعني لو غولاسيونيل في لا في دو كوبل، باش نتحدثوا على لي تروبل سيكسوال اللي نجموا يصيروا للراجل واللي نجموا يصيروا للمرأة، واللي هما بطبيعة الحال باش يعملوا بيرتورباسيون للا في دو كوبل، وتولي ما عادش معناها معاش اون في كوبل ناتوريل اللي بيناتهم برشا محبه وبيناتهم برشا متعه مشتركه بين الزوجين. باه قول القائل انس فاش يتمثلوا الاضطرابات هذوما والا المشاكل والا المشاكل هذوما الجنسيه عند المراه والا عند الرجل، اسكو بنفس الحده تلقاهم عند المراه وعند الرجل، اسكو اوتوماتيكمون باش يصيروا اثر خلل في التوازن هذايا نتاع الحب والعاطفه والاهتمام والا لا؟ مالوروزمون الارقام نتاع الامراض الجنسيه هي ارقام مرتفعه وتوصل حتى معناها دي بروبليم دو سونتي بوبليك، يعني كيما خاصه ضعف الانتصاب عند الرجال، مشاكل اللي تمس مالوروزمون اغلبيه مش الاقليه، ولهنا اكيد جدا باش يكون ثم قلق كبير عند الزوج اللي عنده المرض الجنسي هو في حد ذاته، واكيد جدا باش يكون ثم تاثير كبير على الحياه الزوجيه، والتاثير باش يتطور وباش يتجاوز المساله الجنسيه وباش يمس يعني برشا مسائل اخرين، باش يمس لو غولاسيونيل، باش يصنع دي كونفلي، لانه الشريك باش يكون غير راضي على روحه وغير راضي على الشريك نتاعو من الناحيه هذيك. ولا سيكسواليتي صحيح هي عاطفه وصحيح هي متعه، لكن هي زاده كذلك بوزوان، سي اون نيسيسيتي، اكل البوزوان هذاك اللي ما يتحققش بعد فتره، خاصه كي الشريك هذاك يغض يعني الطرف على انه يمشي يعالج روحه ولا يعترف بالمرض نتاعو ولا يتناقش ولا يدخل في اون بون كومونيكاسيون ويصلح المرض هذاك، فالمشكل يمشي ويكبر ويتفاقم ويمس حاجات اخرين. هذاك علاش احنا نسمعوا يعني حسب احصائيات وزاره العدل عندنا اطلاق اول اشكال في الطلاق، اول سبب من اسباب الطلاق هي المشاكل الماديه، ثم نلقاو العنف الزوجي، ثم نلقاو الخيانه الزوجيه، وبدرجه خامسه نلقاو الامراض الجنسيه اللي هي برمي لي موتيف نتاع الطلاق في تونس. لكن في الحقيقه يعني كي نجيو نحلوا كل اشكال فان المساله الجنسيه تمس الازواج الكل، هي تحسها في المرتبه الاولى غير معلن عليها وكها. نعم، تو كي نقولوا مثال الخيانه الزوجيه يعني ما ثمش رضا جنسي يعني كمساله، كي نقولوا العنف الزوجي ما ثمش رضا زاده، ما ثمش ساتيسفاكسيون، ما ثمش بليزير مشترك، كي نقولوا حتى الخلافات الماديه زاده كيف كيف، يعني اي انسان باش يتعدى معناها بظرف مادي صعيب ينجم يتجاوزه وينجم يتعديه، ربما الرضا والتفاهم الكبير اللي ينجم يكون في العلاقه يتجاوز المسائل هذيك، العنف اللي يكون متبادل لفظي ومادي وغيره كيف كيف ينجم يكون عامل من بين العوامل الكبار فيه هو البعد الجنسي اللي يبدا بين الازواج، واللي مالوروزمون في تونس ما نتحدثوش، يعني بالنسبه لنا احنا حاجه عيب ومن غير ما نتحدثوا فيها، الراجل يحشم باش يقولها، يحشم باش يلاحظها حتى على روحه، حتى بينه وبين روحه يعني ثم نظره نتاعها هكا نسميوها انديني معناها في البيرسيبسيون نتاعو ماهوش قاعد يرى فيه من نصله، في حين هو اشكال واضح ومعلوم. وعندنا زاده مالوروزمون المراه تحشم
ما تترحش على رجالها، ما تقولوش عندك الاشكال الفلاني ولا الاشكال الفلتاني. الحشمه هذيك تخليهم ما يدخلوش في حتى كوميونيكاسيون سوغ لو بلان سيكسوال، ما تحدثوش في السيكسواليتي، والسيكسواليتي خايبه برشا في العائله وفي الاسره، ما ثماش موتيفاسيون باش نتكلموا. وبالتالي المشكل مخبي يقعد هكاك يمشي ويكبر ويمس جوانب اخرى في العلاقه اللي تنجم توصل حتى للشرخ الكبير ولا الانفصال. ديجا انا لقيت ستاتيك يقول لك ما بين العبد يفيق اللي عنده مشكله جنسيه وبين يمشي للطبيب ساعات نجم تاخد عام ونص وحتى عامين باش ينجم يعي اللي هو عنده مشكله، ويلزم فما شكون يرافقه باش ينجم يحل المشكله هذه ولا حتى باش يحكي مع البارتنير نتاعو. ربما في دول متقدمه تقعد عام ونص وعامين، ستاتيك اللي شفتها سيادتك، لكن عندنا احنا دي كاتاستروف يعني. عادي يجيك يقول لك عندي قذف سريع عندي 12 سنه، قول له داويتش عليه مسيور، ما داويتش عليه عادي من اول زواج، من اول زواج يا با ساتيسفاكسيون، معناها على الاقل من جهه زوجتك ما يا با ساتيسفاكسيون جامي، وما مشيش بعد 12 سنه. بون هداه ربي بعد 12 سنه سي بيان سي بارفي، ان واحد يعالج ويهتم بعلاقته بزوجته، هذا واجب معناها وحق كيف كيف، وهذا هذه متعه مشتركه ما نجمش الانسان يتجاوزها، وخاصه ان حاجات عندهم دي تريتمون وعندهم حاجات افيكاس اللي ينجم الانسان يلقى لا غيزون بسهوله تامه ويرجع ليكيليبر بالكدا في حياته الزوجيه والاسريه. معناها الحقيقه يطول برشا وتقعد ناس معناها يعني فتره طويله في ما يتحدثوش وما يطرحوش الاشكال هذايا، وبعد ما يفيقوا حتى بالمشكل يقعدوا مترددين برشا برشا انهم يمشيوا يعديوا ولا يداويوا المرض كاريمو. لانه لسوء الحظ مازال عندنا معناها ثقافه انه المرض الجنسي بالنسبه للراجل يمس منه وكانه هو يحس روحه ناقص. عادي كي يمرض بكلوته ويمشي لليورولوج، ولا يمرض بعينه ويمشي للفتالمولوج، ولا اي حاجه، حتى يمرض بالكونسير ما يحشمش ويقول انا مريض وادعيوا لي وان شاء الله لاباس وكل شيء، ما يحشمش بحتى مرض. لكن مالوروزمون كي يبدا عنده اشكال جنسي بطبيعه ما قلنالوش برا، قول احنا حاجه انتيم من حقه بطبيعه الحال وتقعد انتيم سي بيان، لكن علاش يرفض في حد ذاته انه عنده مرض هذاك وانه يلزمه يتعالج، واللي هو ماهوش عيب كيف وكيف اي اشكال، كيف وكيف اي اضطراب اخر يمسنا نفسانيا ولا جسديا ولا زوز مع بعضهم، واللي يلزم انسان يهتم به ويعالجه، خاصه انه مش مسؤول على روحه هو وحده في حد ذاته، لكن عنده شريك وثم التوازن في العلاقة اللي يلزم يكون موجود. هو ديجا يمكن الناس الحكاية ذي موجود على خطر هو ديجا ما هوش فايق اللي عنده اضطراب، ما يحبش إلى دماء اللي هو ديجا عنده اضطراب، ما يحبش يحكي مع الشريك متاعه على الاضطراب هذي. تلقان ساعات حتى ما برشا رجال يمشي يخون مرته وإلا يخرج يمشي يشوف علاقات أخرى، عنده هو خير من اللي يمشي يحكي مع مرته والا يهرب عليها والا يرد العيب فيها هي واللي يسمحها. نقولوا احنا كلام ماهوش به، حتى نقولها ماكش مزيانه ما خيبك ماكش ليا بصغارك، يرد المشاكل الكل فيها هي جوست مش ما يستعرفش اللي هو عنده المشكله فيه هو مش المشكله فيها هي. اي هذا موجود مالوروزمون، موجود وموجود زاد عند عند اغلبيه، عند شريحه كبيره على الاقل، شريحه كبيره اللي يرفض باش يقول ويمشي يعمل يعني حاجات اخرى غير انه يمشي يعالج روحه ويداوي. وعند الرجال وعند النساء كيف كيف، وما زالت التوا موجوده في تونس، ان نمشيو للدجالين في المسائل الجنسيه بطريقه كبيره ياسر، والا يشريوا دي برودوي اللي موجودين في الاعلانات على المواقع التواصل الاجتماعي ولا في تلفزه معينه ولا حاجه، يشريوا دي برودوي نتاع اغناك نتاع تحايل معناها نيمبورت كوا، غيان كو هو ما يحبش يمشي ويقول انا عندي المرض هذاك ويعالجوا. فيدوروا برشا معناها على الدجالين، ويدوروا برشا على الناس هذوما، فهمت؟ يقعدوا يرى علاش، خاطر فيه احساس بالفخر وما يحسسش الراجل بالنقص. انا مثال عندي ضعف الانتصاب على خاطر عاملين لي، اما انا ما شاء الله عليا جو سوي بارفي جو سوي تري بيان، هاكا كي نقول هكاك اه سافا تري بيان، دوب ما تقول له مرته اسمع كانوا عاملين لنا حاجه، يقول لها عاملين لنا ونص. كي يمشي لاي تاجاز بطبيعه الحال باش يقول له راهم عاملين لك، هو باش يرتاح، اه صار انا جو سوي بارفي شوف كيفاش، في حين قال لي ضعف الانتصاب معناه يمس على الاقل 60% من المجتمع. كي نقول له 60% معناها الاغلبيه عندها القلق هذا، وعديد الاسباب تو نجيو ان شاء الله بالتفصيل ونتحدثوا في الاسباب النفسيه والاسباب العضويه والجسديه اللي تنجم تمس الانسان وتنجم توصل للاضطراب هذا. يعطيك الصحه نستون، نكملوا نحكيوا شوي اخر بالتفصيل. عاد نفكركم اللي موضوعنا اليوم هو اضطراب العلاقات الزوجيه، وحاضر بحثنا انس العويني اخصائي ومعالج امراض نفسيه وجنسيه. اذا كان عندكم اسئله في الموضوع ده تنجموا تكلمونا على 31 380 الف، ما تبعدوش بعيد هنا راجعين.
توا حتى يكشل النصف نهار نجموا تكلمونا على 31 380 توا 11:25 دقيقة. موضوعنا اليوم هو اضطراب العلاقات الزوجية، وحاضر بحضنا أنس العويني أخصائي ومعالج أمراض نفسية وجنسية. إذا كان تحبوا تسألونا في الموضوع ذي نجموا تكلمونا على 31 380. الفت أنس نحاولوا نلموا الموضوع ونفصلوا المشاكل هذية بسبب بالنسبة فيما يخص الرجال وفيما يخص النساء. بداية المشاكل في العلاقة نجم ترجع الظروف صعيبة بين الرجل والمرأة، ثم ظروف متاع تواجدهم على العائلة ولا تدخل أطراف أخرى، ولا ظروف مادية، ولا سيباراسيون جيوغرافيك تبدأ بيناتهم. برشا أسباب يعنيها متاع سيتواشنال اللي تنجم تأثر على الرجل والمرأة في العلاقة متاعهم، كما ينجم يكون عندهم بعض الاضطراب في الشخصيات متاعهم ولا في الخصائص متاع الشخصية ومتاع المزاج متاعهم. أنه إنسان يبدأ عنده ريجيديتي في بعض الأشياء، يبدأ صعيب، يبدأ عدواني شوية، يبدأ ردة الفعل متاعه تبدأ صعيبة، وإلا بعض الشخصيات كما قلنا المرضية كريمة، يبدأ إنسان أناني، ولا يبدأ إنسان يعني يميل شخصيته للأنانية كما لونارسيسيك، ولا إنسان يبدأ يبالغ برشا ويصل حتى للميتوماني ومشاعره ما هيش صادقة كما بطبيعة الحال لا بيرسوناليتي استريونيك، كما يبدأ إنسان ينجم يكون حتى بارانو، شخصيته فيها برشا عدوانية وبرشا شك وغيره. العديد من الشخصيات يعني المرضية، ثم الأوبسيسيونال اللي يهتم برشا بخدمته، يعطي أكثر الخدمة من أنه يعطي لعائلته، يعطي للعاطفة متاعه، وهذا يعمل برود كبير بين الزوجين ويخليه يخسر برشا حاجات غالية في حياته. العديد من الشخصيات الحقيقة اللي المرضية اللي تخلي تعمل اضطراب في العلاقة كبير. الجانب يعني الرومانسي والجانب العاطفي هو حاجات اللي سيتا مونك اللي ينقص فينا احنا، مونك في ثقافتنا ما تربيناش عليه، مثلا ماشي بون ايدوكاسيون سيكسوال. لا سيكسواليتي مالوروزمون نتعلموها في الشارع، نتعلموها في البورنوغرافي، مثلا ماشي محبة كبيرة، مثلا ماشي ريسبي كبير في لا فيو دو كوبل، مثلا ماشي يعني تقدير باهي لل يعني للافي سيكسويل وللبارتنير سيكسويل، ما ثماش تقدير باهي للذات من ناحيه الجنسيه ومن ناحيه يعني الكفاءه والصحه الجنسيه. هذا المونك تاع ليدوكاسيون سيكسويل اللي يخلي العلاقه ما تكونش فيها برشا احترام وبرشا محبه، وما نتعلموش كيفاش نكونوا رومانسيين، ما نتعلموش كيفاش انا راجل كيفاش مليانة شاب صغير كيفاش نعجب امراه داكوغ، ومرأة كيفاش نجم تعجب راجل، كيفاش نجمو نكسبو بعضنا، كيفاش نجمو ننجحو علاقة زوجية. وهذايا يرجع للإدوكاسيون متاعنا. من ناحية الجنسية الأمراض كما ذكرنا متعدة. بالنسبة للرجال أكثر مرض ينجم يقلق ويعمل اضطراب في الحياة الزوجية هو ضعف الانتصاب. ضعف الانتصاب اللي كما قلت نجم يمس حتى 60% من المجتمع من الرجال. 60% يعني مشكلة كبيرة تمس الأغلبية مش الأقلية. أكثر أول فاكتور دو ريسك سي نوتخاج العمر متاع الراجل. مع العمر تظهر العديد من الأمراض تنقص الكفاءة متاع الانتصاب. ما يلزمش الإنسان وقت اللي يكبر في سن معينة لا في المينوبوز ولا بالنسبة للمرأة ولا ولا للرجل، ثم حتى عمر ينتهي فيه الجنس، ثم عنا دوفوس كرويونس اللي الحقيقة يخليونا يعملونا اضطرابات يعني في سلوكنا وفي حياتنا الجنسية وحياتنا الزوجية بصفة عامة. المحبة والعاطفة والجنس يقعدوا ديما حيين، وما ثمش حتى مرحلة عمرية لا عند الرجل ولا عند المرأة اللي تنقص في الرغبة لا عند الرجل ولا عند المرأة ولا في الكفاءة والأداء الجنسي. يلزم تقعد ديما برشا محبة مالجري اللي تنجم تكون يعني شوية ضعف في الانتصاب في سن متقدمة بالقداء، وإلا يكون حتى يعني ما ثماش كفاءة كبيرة في الأداء الجنسي، لكن الجنس يولي ينتقل من في مراحل عمرية معينة من أن مركز على البينيتراسيون باغ اكزومبل، يولي التركيز أكثر على كل ما هو أحاسيس باهية، كل ما هو أحاسيس جسدية باهية، كل ما هو عاطفة أكثر منه ممارسة متاع إيلاج. هذا في سن متقدمة وما يلزمش تموت لسيكشواليتي عنا. بالنسبة للأسباب اللي تنجم تعمل ضعف الانتصاب برينسيبالمون هي الصحة، صحة الشخص، أمراض القلب والشرايين هما من أكثر الأسباب، كيف أمراض السكر تأثر تأثير مباشر زاد على عملية الانتصاب والقدرة على الانتصاب، كيف أمراض البروستات تسبب
ضعف الانتصاب والأمراض النفسية اللي أهمها يعني أكثر واحدة يعني أكثر مرض اللي نجم يسبب ضعف الانتصاب هو لا ديبريسيون الاكتئاب. حالة الاكتئاب اللي الإنسان يولي عنده يعني برود ونفور على كل شيء منهم لا سيكسواليتي. يعني هناك أمراض جسدية وهناك أمراض نفسية اللي تنجم تسبب ضعف الانتصاب بطريقة مباشرة عند أي راجل يمر بالأسباب هذوما. كيف ثم أسباب هرمونية كما هبوط هرمون التستوستيرون وارتفاع هرمون البرولاكتين، ثم هناك كذلك أسباب عصبية تسبب ضعف الانتصاب، وبطبيعة الحال ثم أسباب عضوية أهمها الفويد فينوز اللي هو التسرب الوريدي اللي يعمل في الحقيقة يعني عجز تام في الانتصاب. الأسباب هذه الكل اللي ذكرناها الطب يعني تقدم حتى بالنسبة للأسباب العضوية وقادرين يعني باش نعالجوا معناها أي مشكلة متاع انتصاب عندها الحل متاعها إن شاء الله مهما كانت، يعني من إذا من ناحية الهرمونية ولا من ناحية العضوية ولا غيره، لأن لابريزون شارج متاع الأمراض الجنسية في العادة تكون بريزون شارج من بلوزيوغ معناها سبيسياليست، إذا من الجانب النفسي وإذا من الجانب العضوي وإذا من الجانب الهرموني، فبلوزيوغ سبيسياليست كي انترفيان أو ميم مومون ولا لا غيزون ان شاء الله تكون لباس. حتى في يعني اصعب الحالات في تونس عندنا زراعه الدعامات اللي تخول اي راجل معناها باش يستعيد الانتصاب نتاعو حتى ولو سبب عضوي ويكون عنده تسرب وريدي كبير، فانه الحل موجود ويلقى شفاء في بلاده من غير ما يضطر حتى يمشي لحتى بلاد اخرى. هذا من ناحيه ضعف الانتصاب. بطبيعه ثم اسباب جنسيه ونفسيه زادت تسبب ضعف الانتصاب، أهمها هو هبوط الرغبة الجنسية، معناها يبدأ ثم نقص في الرغبة الجنسية أو ربما انعدام الرغبة الجنسية. يبدأ الراجل كيف بعض المعتقدات اللي عنده أنه يدخل العلاقة الجنسية يحب يعجب البارتنير سيكسوال متاعه، يحب يثير وحب يعجب وحب يبين كونه هو راجل صاحب كفاءة جنسية كبيرة، وهذا خطأ. فثم سكون أبيل لانغواس دو بيرفورمانس سيكسوال، رهاب الكفاءة الجنسية، أنه كي يدخل يبدأ كونسنتري على روحه أكثر منه كونسنتري على لوبجي دامور متاعه، وهذا كيسبب له خوف ورهبة وما يخليش البروسيسيوس ناتوريل دو لا سيكسواليتي يمشي، ويسبب له سختن مو ضعف الانتصاب اللي هو ضعف كبير وحاد ويقلق. يعني هذه أسباب نفسية، وتتعدد كذلك الأسباب النفسية حتى توصل للخلافات الزوجية اللي تنجم تكون بين الرجل والمرأة، هذا كزيدة كيف ينجم يعمل عجز وضعف في الانتصاب. بخلاف ضعف الانتصاب أنا شنو المشاكل الأخرى ولا الأمراض الأخرى اللي تنجم تنجر عليه الاضطرابات هذه؟ اللي معروف برشا كذلك عند الرجال اللي مس حوالي 30-35% من الرجال هو القذف السريع. القذف السريع هو القذف اللي يكون في فترة قصيرة بحيث الرجل يعني يفلت منه القذف، ما عندوش قدرة أو سيطرة على المدة متاع القذف متاعه وبلوغ النشوة، بحيث زوجته ما تبلغش النشوة الجنسية متاعها. كونتيتاتيف مو نجم نقوله بين 7-8 دقائق لابنيتراسيون، ماذاك لابوجي سي الاحسن ايطالي نجم يقعدها الراجل، توصل الاغلبيه الساحقه نتاع النساء للنشوه الجنسيه في الوقت هذاك. اذا تجاوزنا 11 و12 دقيقه والمراه ما وصلتش للنشوه الجنسيه، لهنا نتحدثوا على بروبليم عند المراه نتاع روتار دو لورغازم ولا انورغازمي عندها هي، والراجل ما يتحملش في هذه يعني البلوتو المراه وقتها تعالج نفسها مش الراجل اللي يعالج القذف السريع. القذف السريع كذلك عنده العديد من الاسباب، اهم الاسباب هي مساله نفسيه تعوديه، انه تعود من اللي هو صغير من اول نشاطه الجنسي انه يقذف بصفه مبكره، وهذه تبدا ديتيرميني كرونوبيولوجيكمون اقل ستيمولاسيون على البينيس يصير تصير ليجاكولاسيون. كيف ثم اسباب عضويه اللي تسبب القذف السريع تنجم تتحل حتى بالجراحه. كذلك ثم اسباب هرمونيه، الارتفاع المشط في هرمون التستوستيرون يسبب حساسيه مفرطة على مستوى يعني جسم القضيب، وهذا يعمل زادة قذف سريع. مسائل يعني كلها تدرس وعندها نتائجها. العلاج يكون بأدوية معناها اللي تنقص من الحساسية متاع الذكر، واللي ومعهم تمارين علاجية اللي تخلي الإنسان ينتقل يعني مكل البروغراماسيون هذيك لا تري كورت متاع ليجاكولاسيون يعمل اون روبروغراماسيون دو لا دوري دو ليجاكولاسيون. هذوما بالنسبة للمشاكل اللي يخصوا الرجال. بالنسبة للمشاكل اللي يخصوا النساء، المشاكل اللي يخصوا الرجال مازالوا شوية، وعلى الأقل نتحدثوا على
على الحاجات الكبيره زاد مش ندخلوا في الديتاي الكبار. ثم زاد الروتارد والاورغازم عند الراجل، ثم الرجال اللي تعودوا بالماستوربسيون بالاستمناء انه يقعدوا فتره طويله ما يصيرش القذف، من بعد في حياته الزوجيه يلقى العديد من الاضطرابات، يعني الاضطراب كبير يلقاه في الممارسه نتاعو فيبطل القذف نتاعو. وهذا راجع كما قلنا المساله تعوديه انه يقذف بطريقه متاخره، والا يكون ما تكونش عنده اثاره جنسيه كبيره. وما تكونش عنده اثاره جنسيه كبيره، من بين اكثر الاسباب حاليا اللي موجوده هي مشاهده الافلام الاباحيه والاستمناء مع الافلام الاباحيه. هذا يسبب للراجل معناها حاله من الاشباع الجنسي، ما عادش عنده اثاره كبيره لما يكون في علاقه حقيقيه، وربما يسبب له كذلك نوع من الانحراف الجنسي، يصبح يحب المشاهده كفيديو والاشياء اللي يلقاها غاديكا تنجم تكون حتى ممارسات ما يقبلهاش هو في نفسه اخلاقيا واجتماعيا، فيميل الحاجات هذيك. ففي العلاقه الجنسيه الطبيعيه العاديه الكلاسيكيه يلقى روحه ما عندوش اثاره كبيره، مع البطء الكبير يسبب له بطء كبير في القذف، وهذا يقلق المراه ويقلق الراجل. كيف كيف البرود ديزون ضعف الرغبه الجنسيه او انعدامها، هذا موجود بطبيعه الحال عند رجال وكما موجود عند نساء. برينسيبالمون يكون سبب نفسي، سكوندارمون نجم يكون هبوط في هرمون الجنس هرمون التستوستيرون، هذه الاكثر الاشياء. واكثر الحاجات زاد ينجم اللي تسبب ضعف الرغبه الجنسيه هو ضعف الانتصاب عند الراجل، لانه الفشل المتكرر يولي يجيب له احراج بطريقه واعيه وبطريقه غير واعيه، يولي يرفض السلوك هذاك اللي يسبب له احراج ويسبب له قلق، فيدخل في فتره نتاع بعد على الممارسه وعلى الحياه الزوجيه. هذا بالنسبه للرجال، هذا بالنسبه للرجال باختصار. جوست نحاولوا في فيسع مع النساء على خاطر عندنا برشا تليفونات، دونك نحاولوا ناخذ. مهم جدا انا نتحدثوا، خاصه ان احنا توا في موسم قاعدين نتزوجوا ان شاء الله ربي يهني كل عرايس جدد. ثم مالو روزمون مرض شائع في تونس اللي هو التشنج المهبلي، اللي هو دي كونتراكسيون انفولونتير دي ميسكول بلفيان، تشنج في العضلات المهبل السفلى. التشنج هذا ناتج على خوف مرضي، خوف من عملية الإيلاج. فكرة التهديد متاع الألم ومتاع النزيف ومتاع غيره يخليه المرأة تخاف، الخوف هذاك بطريقه غير واعيه يعملها دي كونتراكسيون او نيفو دي ميسكل بلفيان نتاعها، لا بينيتراسيون تولي تري ديفيسيل فوار امبوسيبل، والاغلبيه الساحقه تكون مستحيله عمليه العلاج، لان المراه ابار لي كونتراكسيون او نيفو معناها دي ميسكل بلفيان تكون عندها حتى دي كونتراكسيون او نيفو دي جامب وترفض وتبعد الراجل، تكون رغبتها الجنسيه عاديه سليمه، الاثاره الجنسيه كذلك عندها سليمه، لكن لو مومون دو بينيتراسيون يكون مرعب ياسر لها، وهذاك اللي يعنيها يخليها تخاف ويخليها إليفيت لا سيتواسيون هذيك، وبطبيعة الحال تلقى روحها خرجت من سيكسواليتي ويخرج الراجل زادة كيف كيف من معناها من الديزيغ ومن الرغبة ومن الممارسة الجنسية. بطبيعة توتر مالوروزمون التشنج المهبلي في الحقيقة يعني في الأغلبية الساحقة على الأقل ما يبراش وحده، ويقعد يعني ياخذ برشا فترة طويلة من معناها في من عمر الكوبل هذاك، الفترة هذيك تكون فيها برشا توترات وربما تسبب برود جنسي وربما تسبب يعني تكون سبب في أمراض أخرى. وهو من بين الأمراض زادة اللي مالوروزمون اللي نعتقدوا فيهم اللي هو أشياء روحانية وأشياء سحر وغيره، في حين اللي هو يعني مرض نفسي جنسي معلوم يتعالج عند السبيسياليست نتاعه، وما عندوش حتى ارتباط يعني لا بالتصفيح كم ريتويل معناها موجود في تونس خايب وسيء يمس معناها من المرأة. التصفيح ينجم يكون سبب من الأسباب النفسية اللي تخلي المرأة تدخل في التشنج المهبلي وقت اللي تصير عليها الممارسات الخايبة في السن هذيك المبكرة وتخليها تخاف، لكن مش بالضرورة تكون تعديت مرة المرأة بحالة متاع تصفيح باش يكون عندها المرض هذايا. لكنه بالفعل يعني هو يتعالج إن شاء الله بنسبة 100%، فعليش الإنسان يضيع وقته وعمره. كيف كيف من بين أهم الأمراض اللي تمس النساء هي البرود، يعني هبوط الرغبة الجنسية أو ربما انعدامها، يمس الحقيقة النساء ضعف الرغبة الجنسية أكثر من الرجال، وبرنسيبالمون الأسباب تكون أسباب نفسية ولا أسباب ساعات هرمونية بعد ولادة ولا غيرها. كيف كيف ينجم يكون عند المرأة صعوبة في بلوغ النشوة، روتارد الأورغازم، تأخر كبير في بلوغ النشوة الجنسية أو ربما انعدامها وعدم بلوغ النشوة الجنسية رغم الاجتهادات من قبلها هي ومن قبل زوجها في بلوغ النشوة. هذا من أهم الاضطرابات اللي تنجم تمس المرأة. يعطيك صحة ناس، الله يخليك على توضيحات هذه الكل. عاد نفكركم اللي موضوعنا اليوم هو اضطراب العلاقات الزوجية، وحاضر بحضنا أنس العويني أخصائي ومعالج أمراض نفسية وجنسية. مرحبا بتليفوناتكم على 31 380 ألف. هجر الحنيشي تستنى في مكالماتكم 31 380 ألف. إي إف إم أحلى راديو. نبدأ مع أول تليفون من بوغرنين معنا سونيا. مرحبا بك سونيا.
الو عسلامة. مرحبا لالا تفضل. مرحبا. الحمد لله. انا مدام سمية عندي 58 عمري. دونك انا حبيت جست انا تو انا كثير دكتور انس الى تو اكسبيكي يعطيه الصحة اسئله على الاسئله كلكم يجاوب عليهم كل اللي يعطيه الصحة انه القانون كل شيء دكتور ياسر هو اللي يعطيه الصحة يفسر الوضعيات كل بالكبا معناها جدا حتى بس سؤالات مسألة من الأخير قلت الدكتور أنس جاوب عليهم كلهم أنا جزا الله نفسي بكو 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 يعطيك الصحة دكتور أنس كان تسمع فيها يعطيك الصحة يعطيك الصحة عايش مدام شكرا الحمد لله المهم شكرا حبيت نوصل أنا بقى من عيشة الوضعيات هذوما أنا جزا حبيت نشكر الدكتور أنس على بيك. شكرا مدام يعطيك الصحه مدام سونيا الله يخليك المهم هذيك هو الهدف هو من الحصه نمشي للصفاقس ولا للرديف صفاقس معنا هيثم نمشي لصالح الفرديف مرحبا بك صالح السلام عليكم السلام سي صالح تفضل مرحبا السلام ورحمة الله وبركاته تفضل مرحبا انا مريض بالسكر لطف عليك وعمري 73 سنه اي الحمد لله شنو الاشكال بالضبط ما عادش عندك معناها قذف ما عادش تبلغ القذف لا قذف ولا انتصاب واضح واضح يا سيدي باهي يا سيدي باهي اي ما غير ما نسميه اي اي واضح يا سيدي واضح نجاوبوها اي مادام عندك ضعف انتصاب هو اكيد عامل السن يكون موجود 73 سنه ربي يطول في عمرك ان شاء الله السكر كيف كيف فاكتور معناها يا دوريسك ديريكت زادة بطبيعة الحال هذو مزوز عوامل كبار اللي نجموا يأثروا في القدرة على الانتصاب مدامك وصلت للزرارق وجيب فيهم من فرنسا مدامك تعديت برشا مراحل متاع علاج الزرارق من ناحية يعني العلاج الدوائي يكونوا في المراحل الأخرانية إذا بالزرارق ومعاش عندك الكفاءة اللي حاجتك بها تنجم تتصل بيسكسولوج آخر هناك مراحل حاجات أخرين اللي نجموا يعاونوك بالقداء على استعادة الانتصاب اللي من بينهم ثم برشا طرق أخرى لكن من بينهم كذلك يعني الجراحة اللي تنجم تمكنك إن شاء الله من الشفاء كي تعمل كونسلتاسيون تفهم روحك بالقدا وتفهم شنو الحاجات الممكنة معناها في الحالة متاع عمر سيادتك وإن شاء الله لاباس كيف كيف الحياة الجنسية كان سمعتناش من الأول سيدي تحدثنا كونه في سن معينة حتى ولو ما ثماش قدرة كبيرة على الانتصاب ما يلزمش الحياة الجنسية تتمس وما يلزمش معنويات الشخص تتمس لأنه سن الراجل والوضعية والحالة الصحية متاعه تأثر مباشرة على القدرة على الانتصاب الجنس ماهوش فقط يعني عملية علاج الجنس محبة الجنس رغبة الجنس إحساس يعني في الجسد إحساس كبير ونجمه حتى كذلك يبلغ الإنسان النشوة ليه ولزوجته بالعديد من الطرق يعني اللي هي طرق سليمة واللي هي طرق محمودة واللي هي طرق أخلاقيا زادة باهية هذية مبدئيا للي تلقى الشفاء إن شاء الله ما يلزمش الإنسان تقص حياته الجنسية كل شخص فينا كراجل لازم هو يكون متأقلم مع صحته ومع سنه وفرحان بها وراضي بروحه بالليتا هذيك ويمارس الجنس رغم الليتا هذيك وكذلك زوجته تكون هي متأقلمة مع سنها وسن زوجها والوضع الصحي والقدرة الجنسية متاع زوجها وما يتقصش الانتصاب بل احنا نتكيفوا نتأقلموا مع الوضعيات الصحية متاعنا والمتعة يلزمها تقعد ديما حية وموجودة ما بيناتنا هذيك سنة ربي يعطيك صحة أنس نمشيو للكرام معنا محمد مرحبا بك محمد وعليكم السلام مرحبا بك سيدي تفضل 67 اي واضح
الصحة العامة بتاعك باهية، معناها ما عندكش مشاكل صحية؟ الحمد لله باهي. نجاوبوها. مرحبا بك بابا. مادام مع ربي يفضلك، مادام صحتك لباس، القلب لباس والسكر لباس، ضعف الانتصاب حاجة عادية تجي في مثل سنك، تنجم تزور أقرب مختص ومعالج أمراض جنسية ولا مختص في الطب الجنسي بحذاك، وبيحاوله تلقى شفاء. فقط حاول تتجنب ما تخذش يعني الأدوية يعني هكاك اللي تتباع يعني خارج الإطار معناها القانوني، وما تستعملش حاجات يعني زايدة، وما تستعملش زايدة الأعشاب اللي تنجم كيما زنجبيل وغيرها تطلع في الدم برشا، باش يحاول الإنسان يبلغ الانتصاب، ينجم يسبب لروحه مشكلة في القلب وما يبلغش الانتصاب اللي حاجته به. فننصحك أنك تمشي لأقرب مختص في الطب الجنسي بحذاك، مادام صحتك لاباس ان شاء الله بحول الله تلقى روحك لاباس. والافضل ان تكون زياره كلكو سوا المرض عند الراجل ولا عند المراه من الناحيه الجنسيه، تكون اون تيرابي د كوبل كونسلتاسيون، يكونوا فيها الراجل والمراه زوج موجودين مع بعضهم، هكاك نلقاو نتيجه ونلقاو الشفاء خير. يعطيك الصحه انس. نمشيو لجربه، معنا ليلى. مرحبا بك ليلى. مرحبا ليلى، تفضل. اي37. اي باه ما فيناش معناتها حتى طبيب ولا حاجه، خاطر اني ما نعرفش وهو ما واضح. انتم عندكم 4 سنين عرس هكا مدام ليلى؟ لا لا، اكثر من 4 سنين. قداش عندكم عرسين؟ انا توك طفله 5 سنين. 5 سنين باه. هاي تفضل نسي. مرحبا بك مدام. 5 سنين عرس، 5 سنين فيهم قذف سريع ملي تزوجته، القذف السريع موجود عند المسيو اكيد جدا، باش يكون ما فماش حتى رضا، باش يكون العلاقه الجنسيه مالوروزمون تخرج من العلاقه الجنسيه برشا فروستراسيون وغش وقلق. الغش والقلق هذاك باش يخليك ما عادش عندك حتى موتيفاسيون باش تمشي للعلاقه الزوجيه، بما انك ماكش تلقى في حتى ريكومبونس، ماكش توصل للنشوه الجنسيه، ما فماش الرضا اللي تنجم توصل له يعني في العلاقه الزوجيه نتاعك، هذاك يسبب لك اللي كنتي ضعف الرغبه الجنسيه اللي تنجم توصل حتى الرغبه تنعدم. اللي ننصحكم به هو انك تمشي انت وزوجك للسيكسولوج المختص في الطب الجنسي، وهو باش يعمل بريزون شارج ليكم انتم زوج، من ناحيتك انت باش ترجع الرغبه ان شاء الله الجنسيه لباس، واهم شيء ان يتنحى السبب الاصلي اللي هو يعني القذف السريع عند المسيو يتعالج، بما انك كنت قبل لباس عندك رغبه جنسيه، فنزول الرغبه الجنسيه عندك توا عنده سبب ثم علاش، معناها سكوندير ماهوش يعني بريمير، ماهوش هو اصلي فيك، فالعلاج نتاعو ان شاء الله باش يكون ساهل ان شاء الله. فتيرابي د كوبل ان شاء الله تنفعكم بالقدا. يعطيك صحه ناس. نمشيو للكريب، معنا سي ناصر. مرحبا بك سي ناصر. مرحبا، السلام اختي. تفضل سيدي. بيك عايشك. لا مش نسهل الدكتور ناس. ايه انا في عمر 42 سنه. وفي بداية العرس لبس يعني بعد عملت عملية أرني ديسكال. إيه. من بعد العملية هذيك يعني لعب انتصاب لقذف. إذا وقت لي ديسكالي هذيك هو لحد الآن عملت 2017 نهاية من 2017. إذا قلقتني برشا يعني قلقتني فوق اللازم يعني ما تصوري يعني ولت حتى الأعصاب عندي أعصاب يعني من الشيء هذاك. جوست باش نسألك بعد العملية مباشرة ما عاش عندك انتصاب مطلقا ولا يصير انتصاب ومن بعد هبوط في الانتصاب؟ ارتخاء. عندي انتصاب ومن بعد هبوط. ومن بعد يصير الارتخاء. واضح. داويتش قبل؟ لا. اي ضرورة تداوي تو دكتور. تفضل. مشيت للطبيب عديت عنده مرة عطاني باكل تاع حرابش. اي. ضيق وقال لي منه يعني في القلب دقه زايده، كي مشيت وزدت عاودت وعملت تحاليل قالوا لي الدواء ذاك ما تستعملوش. واضح يا سيدي. وقلقني الدواء هذا. الدواء هذا اللي قلقك كانت الاعراض الجانبيه نتاعو خايبه، ولكنه هل في الاداء الجنسي حسن لك في القدره على الانتصاب ولا لا؟
اي حسمني انا ما اختي فتره نتاع الحكايه يعني كنص ساعه ساعه يعني فتاو حسيت بقلق كبير برشا يعني ينجم ينجم نتقلق منه برشا. واضح يا سيدي. اي ماذا بيك تمشي للسكسولوج المختص في الطب الجنسي تعدي وان شاء الله وان شاء الله لاباس ان شاء الله. المساله مش خطيره ومش مساله معناها مش مساله يعني اعصاب يعني اللي سبت لك يعني ضعف الانتصاب بعد العمليه بما انه ثم استجابه للدواء اللي خذيته. المساله مش مربوطه يعني بالاعصاب وطونكو مش مربوطه بهم. تنجم ان شاء الله بحول الله لاباس اعمل كونسلتاسيون ما تقعدش برشا وقت كيف ما كان انت من 2017 توا احنا 2021 معناها فتره مهمة الحقيقة اللي تنجم تسبب لك برشا مشاكل لشخصك انت وفي الفيديو كوبل متاعك. شوف اقرب سكسولوج بحذاك وان شاء الله لاباس والمسألة مش صعيبة برشا. يعطيك صحة نس. نمشيو لتونس معنا سي محسن. مرحبا بك سي محسن. أنا عسلامة. عسلامة سيدي مرحبا تفضل. تفضلك عشقتي شكرا لك بارك الله فيك. تفضل. بالله اني قلت للدكتور باش نحكي مع الطبيب في زفيفة مختصر. بالنسبة للانتصاب هذه راهو الزواج هذا ونحن تبدا العروسه اول في حياتهم في البدايه بالنسبه لهم ما بس عليهم اذا كان جابوا صغار في المشاكل في القضيه تودي المراه ترخ سمعتها ترخ ما عادش تعطي قيمه للرجل فهمت كيفاش معناتها خلي لي مش ليه خلي ما نجمش مش وقته طوى هذا يخلق مشكله للرجل يشيب في السياره دوري طبعا في حاجات اخرى صحيح ولا لا هذا فهمت مش بارد لما حنا ما تنفسر وملاحظتك مهمه يعطيك الصحه ما له لزمه بعد الانجاب انا نحكي مش انا كنت قبل ما نتزوج ما بس علينا سيبنا صغار قاعدين بعد كبر صغار شويه ترى بربي خليني مش ليه فكت بربي مش وقته كذا يا اخوي اقسم اعطيني على الاقل في ال 15 يوم في 20 يوم عندك صغار على الاقل في حد يفكسي ذاك هذيك يعمل جو تبتر راسك صحيح ولا لا؟ صحيح ولهذا تخلي الانسان معناتها مقلق ويشد مش الحمد لله بس عندي حتى الوقت يصبر عشان لابس عليا ما عندي حتى مهم بقينا زعج ايه حياته فهمت؟ وتفاصيله الشوط يا عم ترى المرأة من المرأة قالت لك جبت صغار تبقى فرحانة عندي صغار يلبس صغار يدخل في الكلية طبيعي يلبس صغار فهمت كيفاش تولي حتى معاش قبل ما تجيب الصغار انت فرحان اذا ما تتصل برازيل باش تنطق كي تاخذ الصغار اذا كان جابت الصغار في فيني معناتها تولي حقق الهدف نتاعها الراجل يولي حاجه ثانويه. باهي فهمنا وجهه النظر السي تعرف في جاوبك انس ولا وين من رايي معناها انه كي تتقاسموا زاده شويه المسؤوليات تو تخف عليها هي وتولي حتى هي عندها وقت لحاجات اخرى اللي هي نتصور من داخل معناها حاجتها زاده بالحاجات هذيك ما سبحان الله الابدان قداش باش يستحمل. اي يعطيك صحة هذه الملاحظه ملاحظتك صحيحه. اما زاد الفاكتور نتاع الصغيرات كلامه صحيح المسيو يعطي الصحه في الملاحظه. وقت اللي نجيبوا الصغار باش تولي برشا مسؤوليات. تعرف قداش الصغير ياخذ شارج من الراجل ومن المراه باش يتعب المراه برشا وثم زاد دي بيرتورباسيون هرمونال اللي تتبدل برشا نساء تصير لهم برود يعني يضعف في الرغبه الجنسيه مباشره بعد الولاده ومش مساله تصطنع فيها حتى ولو زوجها يعاون فيها وحتى ولو قايم معاها بالمسؤوليه بالكدا. لكن العديد من العوامل جي كما قال مسيو اللافظ نتاعو قال ترخ المراه ثم زاد برشا رجال يرخوا زاد بعد فتره من الزواج وبعد لاكوشمون زاد الاولاني بعد الصغير الاول برشا يجي ضعف من المراه وزاد كذلك من الكثير من الرجال تصير الضعف هذايا. يلزمنا نهتموا بحياتنا الجنسيه ما يلزمناش يعني نضعفوا ما يلزمناش ننقصوا هكا بنقص حاد كيف ما هكا ويولي ثم رفض لاسباب متعدده كما المسؤوليات كما كانت تتحدث هاجر يعطيها الصحه يعني عاونها شويه هز عليها شويه الشارج خليها هي مرتاحه شويه. وقت الانسان هي ممارسه جسديه يعني فيها مجهود وقت يبدا الانسان مرتاح ربما يكون خير احسن معاملتها كيف ينجم يكون ثم دي فاكتور نتاع معاملات ربما هي متغشه. السكسواليتي عند المراه اون جينيرال مش كيما السكسواليتي عند الرجال. المراه كي تبدا متغشه على رجل عمل لها حاجه ما تستجيبش معاه في الحياه يعني في الحياه الجنسيه ما يكونش عندها رغبه عكس الراجل اللي حتى كي يبدا متغشش رغبته الجنسية ما تنقصش. اهتم بالجانب هذاك متاع العلاقة وكذلك اهتم بالجانب الجنسي في حد ذاته. كان الحياة الجنسية متاعك فيها برشا إرضاء وبرشا إحساس به لزوجتك وبلوزيور أورغازم هكا ملتيبل وغيره أكيد جدا باش تكون فرحانة بالعلاقة هذيك وباش تستناك المرة الجاية في أقرب فرصة باش تصير علاقة أخرى. لكن لما تكون العلاقة خايبة وما فيهاش برشا إشباع جنسي وما فيهاش برشا إحساس وتكون المعاملة خايبة وتكون المسؤوليات على المرأة كبيرة أكيد جدا باش تبعد شوي. يعطيك الصحة. ناس نمشيو لجرومبيليا معنا خيرة. مرحبا بك خيرة. عسلامة. مرحبا مرحبا تفضل.
عسلامة دكتور. مرحبا مدام. عايشة. دكتور بلي أنا نحب نسألك. أنا وأنا أنا معناها نحكي على روحي. أنا وأنا عندي برود جنسي. ما نعرفش علاش عديت مرة يا أخي قال لي ما عندك حتى شيء. ما معناها ما نجاوبش ما عرفش نتجاوب أنا مع راجلي بنكون نساء. حتى في الصغار كي جبت الصغار معناها ما استعملتش حتى حرابة مثال ما استعملتش آلاف التصدير حتى حاجة نتاع تصدير ما استعملتها. وعطيت عليها الحاجة دي وماشي أنا نبرد معناها مع راجلي ولا هو بيدو متقلق مني. وعديك قال لي ما عندك حد شيء ما عرفت عليه. وقت ايش جيك ضعف الرغبه الجنسيه وقديش عمرك مدام؟ انا عمري 43 سنه. نعم. وقت ايش حسيت بالضعف نتاع الرغبه؟ تويكا عندي 5 سنين معناها من 2017 اخر 2016 انا بديت نعدي معناها وقال لي ما عندك حد شيء انا ماشي وانا انا نبرد معناها حتى حتى راجلي معناها بلي يعمل معايا برشا حاجات انا ما عادش نتجاوب حتى طرف. واضح. انا قال لي هو فيديو قال لي انت عدي انت انت داوي انت شوف. كي مشيت عديت مشيت انت وراجلك ولا وحدك؟ لا مشيت وحدي معناها هو ما يقبلش قال لي انا ما بيا حتى شيء انا ما عندي حتى شيء. معناها شوف انت روحك اتهو علاش يقول لي شوف روحك خاطر انا ما مثال يقول لي ما تصبرش كيما نساء معناها ما معناها وما عندكش حبالة ثالثة ما عندكش حتى شيء فهمتي فاتح قعدت يدخلني الشك في روحي على هذاك انا رغبت روحي مشيت عديتني طويلة حاليا ولا عندي احساس ياسر وليت ضعيفة وياسر وليت انا حط الحاجات هذيك وليت نحسها وليت زيت معناها حتى معناها مأثرت فيها خيرا يلزم يجاوبك أناس خاطر بخيسك الوقت وفي تفضل أناس مرحبا بك مدام أحرص على العلاج متاعك لأني يعني الشهوة والرغبة الجنسية هي حاجة رئيسية وأساسية أكسيال في حياة الإنسان وفي الإكليبر إيموسيونيل متاعه مش حتى في الفيديو كوبلة كهو لكن ماذا بيك تعمل إنتيغابي كوبلة على خاطر أنت رغبتك نحو زوجك يعني الرغبة نحو زوجك فأنتم مرتبطين ببعضكم هناك العديد من العوامل كما سميتهم قبيلة شوية كان سمعتنيش في الغولاسيونيل متاعكم في الأداء الجنسي بينات بعضكم في معاملاتكم في حياتكم المشتركة بصفة عامة حاولوا تصير إن تيرابي كوبل وتهتم أكيد عندك حاجة مدام ثم ضعف الرغبة الجنسية وما كانش عندك ولا عندك أكيد ثم عليش يسبب نفسي ينجم يكون حتى سبب هرموني ولا سبب في العلاقة العديد من العوامل هذه بطبيعة الحال بتشخيص دقيق يصير ما بيناتكم يعني أنت وزوجك تكونوا حاضرين وتبدأ في البريزون شارج وسختن ما توصل للشفاء إن شاء الله لكن الحقيقة يعني ضعف الرغبة الجنسية هو من بين أكثر الأمراض الجنسية اللي يشد شوية وقت في العلاج متاعه الأفضل يعني والمسألة راهي يعني نفسية أساسا ضعف الرغبة الجنسية فالأفضل أنك تمشي لسكسولوج يكون بسيكولوج ولا بسيكياتر به يعطيك صحة أنس الله يخليك احنا وصلنا براتيكمون لآخر الميسيون متاعنا اليوم كان بحضرنا أنس العويني أخصائي ومعالج أمراض نفسية وجنسية يعطيك صحة أنس الله يخليك ميرسي لزميلنا يحيى وزميلتنا شيماء استاجير معنا ميرسي الأمين في الإخراج ميرسي لزملائنا في إي إف إم تي في نسلم على وي إم اللي دخلت علينا مرحبا بي إم كانت معكم هجر الحناشي باي باي في الأمانة.